في هذا التقرير اللي بنتكلم فيه عن حديقة الحيوان في الرياض، وهي وجهة سياحية وتعتبر من أهم المزارات الترفيهية وداخلة أيضا في فعاليات موسم الرياض. زميل فهد المسبحي أعد لنا هذا التقرير عن هذه الحديقة، نتابع ونستمتع. حديقة رياض زو في الملز عبارة عن أدغال أفريقية على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي على الكثير من الحيوانات بمختلف الأنواع والأصول، والتي تأتي من مختلف قارات العالم. ومن أندر أنواع الحيوانات والتي شارف أغلبها على الانقراض رياض زو، التي تجذب العديد من الناس. شيء جميل وممتاز، يعني ما كنا متوقعين أن الحديقة تطلع بالمنظر ده، ما شاء الله شغل يعني تفخرون به بصراحة. هي وجهة سياحية ستتمكن من قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة والأصدقاء، وهي مناسبة لجميع الأعمار، كما تعد من أهم المواقع الترفيهية داخل المملكة، حيث قد تم إنشاء حديقة الحيوان في مدينة الرياض منذ عدة سنوات، وإلى هذا الحين وهي من المواقع الترفيهية المحببة لدى جميع أهالي وزوار الرياض. استمتع بزيارة حديقة الحيوان خلال موسم الرياض. لبرنامج ديرتنا فهد المسبحي. نشكر الزميل فهد المسبحي على هذا التقرير، والأجمل هو رصد فعل الزوار لهذه المنطقة المميزة. يعطيك ألف عافية فهد.